واحدة من أقوى الشهادات هي ظهورات المسيح المسيح ظهر أربعين يوم هل في دليل أعظم من هذا؟ أربعين يوم أظهر وبرهن نفسه ببراهين حية في أعمال الرسل الإصحاح الأول والآية الثلاثة يعني شهادات عظيمة جدا عن ظهورات المسيح ظهوراته بالجسد ليست مثل الأساطير القديمة والمعجزات اللي بتحدث بالخفاء أو بالليل أو بالسر لكنها كانت ظهورات عديدة متكررة لمدة أربعين يوم أحبائي الذين أراهم أيضا نفسه حيا ببراهين infallible proofs يعني براهين وأدلة قاطعة جدا هيك الترجمة ببراهين كثيرة بعدما تألم وهو يظهر لهم أربعين يوما ويتكلم عن الأمور المختصة بملكوت الله أعمال الرسل صح الأول والآية ثلاثة هذه الظهورات أحبائي ظهورات عظيمة جدا في ظروف بتختلف في القدس في أورشليم في عمواس في بحيره الطبريه على جبل الزيتون على جبل عالي في الجليل وهكذا ظهورات لعديده ثم هذه الظهورات امام شهود عيان شهود عيان راوا المسيح بقول مثل ما ذكرت ونحن شهود لذلك بل بولس الرسول بيكتب برسالته الى اهل كورنثوس كنيسه كورنثوس بل رآه أكثر من 500 شخص دفعة واحدة ومش بس بينهي في هذا وأغلبهم أكثرهم باقي حتى يومنا والبعض رقد يعني عم بقدم دليل واضح شفاف إنه الأغلبية جماعة بعدهم عايشين مع إنه البعض مات وهذا إن دل على شيء بدل على الشفافية في الكلام ثم أحبائي ظهور المسيح للتلاميذ عدة مرة ومثل ما ذكرت هاي الظهورات كان بعالج فيها مواضيع مختلفة حتى بعد صعود المسيح إلى السماء ظهر لاستيفانوس أول شهيد عند استشهاده شافه استيفانوس وهو على عن يمين الآب ثم ظهر لشاول الترصوصي على الطريق الى دمشق اللي هو بولس الرسول بل الاعجب احباء الاشخاص اللي تحدثوا معاه بعد القيامه كانت حالاتهم النفسيه مختلفه مثل مريم المجدليه كانت حزينه مثل توما واحد من التلاميذ كان غير مصدق مثل تلميذي عمواس تركوا الأورشليم وراحوا لبلدهم ومع أنه سمعوا أخبار القيامة حتى شافوا يسوع المسيح والأغرب أحبائي بعد القيامة مع كل هذا وهذا إن دل على شيء بدل على مصداقية الوحي ما زال كان يملأهم الشك والحيرة والرب يسوع قبل ما يعطيهم المأمورية العظمى وبخهم لعدم الإيمان والشك وهذا إن دل على شيء بدل على مصداقية الكلمة على الصدق الوحي عم بقدم الحقائق مثل مثل ما هي ثم الكتاب يتكلم عن ظهور الرب يسوع ليوحنا الرائي على جزيره باتموس سمع صوت وشاف الرب الممجد المقام لدرجه انه وقع عند رجليه كميت